طالما هديل انتي اهو بتعملي شخصيات جريئة وما عندكيش مشكلة في ده، في ناس تقولك انتي مع السينما النظيفة او السينما اللي مش اقسم مصطلح اللقب ده ايه؟ اللقب ده وحش بالنسبة قوي. لك ايه؟ اللقب ده مهين لانه بالتبعية اي حاجة تانية مش نظيفة. يعني ايه اصلا؟ يعني واحنا بنهين مين بقى واحنا بنقول السينما النظيفة؟ قصدنا بيها ايه وبنهين بيها مين؟ يعني هي دايما بيحطوها بين قوسين اللي هي المشاهد الساخنه، المشاهد الجريئه، الهدوم، البكيني، الحاجات حلو بقى. دي. فاحنا هنتكلم، احنا شايفين انه فاتن حمامه وسعاد حسني وناديه لطفي كل النجوم اللي كبرنا وبنحبهم وشايفين كنا شايفينهم رمز الرقي والجمال، دول مش سينما نظيفه؟ لا طبعا. ما هو ده اللي انا شايفه. انا الكلمه دي بجد بتضايقني جدا. يعني انتي مع ان انا هعمل دور سينما، يعني انا هعمله زي ما هو مكتوب بالظبط، زي ما هو مكتوب، المهم يبقى دور حلو، ما بقاش يعني انا ضد الحاجات الفجه بشكل عام، لكن الدور حلو والفيلم حلو. طيب طالما احنا بنتكلم انه السينما يعني هي بتعكس الواقع، عندك مشكلة لو انت طلب منك دور من الادوار او الشخصيات الموجودة، دور شاذ جنسيا، دور راقصة، دور ده ما عنديش عادي؟ اي مشكلة، وممكن اقول لك الادوار دي فعلا اتعملت وقريب مش طبعا بعيد، اتعملت. واتعملت حلو جدا جدا جدا، لانه برضو حتى لو شخصية شاذة جنسيا، هو مش لو الدور حلو هو مش هيبقى الموضوع انها شاذة جنسيا، هتبقى جزء من شخصيتها. ايوه طبعا. وانا اللي بتكلم عنه دايما انه احنا في الاخر احنا بنناقش القضيه دي وبنقول اخر حاجه هيحصل ايه. ما في ناس دايما بيقول لك انت عادي ان انت تقول كده، طب شوفوا في اخر الفيلم حصل له ايه، شوفوا ناقشنا الموضوع ازاي، احنا ما مجدناش ده، ما قلناش ان ده توب، ده ما فيش زيه. عشان كده وبعدين ده تمثيل، يعني لو ما مثلتش كل الشخصيات وكل الحاجات، الاحلى ان انا اجرب حاجات مختلفه ليه بقى كممثله، يعني تلعبي بشخصيات دي حاجه جميله جدا. يعني في فيلم قبل كده اتعمل انا مش فاكره اسمه، كمان تعرض لكتير من الانتقاد، كانت منى زكي في الفيلم ده ساعتها، لا كان على اصحاب نتفليكس، ولا اعز اصحاب تقريبا. الاعز. فناس كتير هاجموا انه احنا ليه يبقى عندنا ممثلين يشاركوا في فيلم زي ده، الفيلم ده يدعم الشواذ او الحاجات دي. يعني انت احنا رايك عندنا ايه في افلام الموضوع؟ مصريه ومسلسلات مصريه فيها الحاجات دي. انا فاكره طبعا في نجم كبير خالد الصاوي، يعني قبل كده فاكره خالد الصاوي وباسم سمره في في عماره غادة عبد يعقوبيان، الرازق تقريبا. غاده عبد الرازق لا كتير. يعني في مثلا انا دور بحبه جدا بتاع هنا شيحه في مسلسل مجحر. هنا شيحه طالعه انها كانت مسجونه عشان قضيه اداب، و عندها علاقة بست علشان ساعدتها وبتزور انها خريجة جامعة ومتجوزة قواد. شايفة الاربع حاجات اوحش من بعض، بس هي عاملة الدور حلو قوي والدور مكتوب حلو جدا. هي في الاخر شخص وصولي، مش ان هي عندها ميول جنسية مختلفة، هي صح الموضوع طبعا، هي شخص وصولي.